معاناة في مصر تزداد يومياً، آخرها رفع أسعار المواد البترولية في وقت مبكر من اليوم من دون أي تنويه مسبق. وزارة البترول من طرفها تقول أن الزيادة جاءت بناءً على عدم استقرار سعر العملة وارتفاع الأسعار عالمياً، إلا أن رئيس شعبة المواد الغذائية والسلع يقول أنه من غير المتوقع أن ترفع أسعار المواد الغذائية، مشيرا إلى ثبات سعر السولار الذي يعتمد عليه في عملية نقل المواد الغذائية والخام ومستلزمات الإنتاج للمصانع والشركات أيضا ونقل البضائع كاملة الإنتاج حتى وصولها للأسواق. فلماذا يتم رفع المواد البترولية في هذا التوقيت في ظل معاناة حاصلة جراء ارتفاع أسعار السلع؟ وهل هناك ما يضمن عدم رفع أسعار السلع في الأسواق أم أنها توقعات تحتمل الصواب أو الخطأ؟ إذن للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب الخبير الاقتصادي الدكتور علاء السيد. دكتور علاء، أهلا ومرحبا بك. في البداية اليوم نتحدث عن خبر يعني حدث في أوقات أو في وقت مبكر من اليوم، وهو موضوع رفع أسعار المواد البترولية بشكل مفاجئ من دون أي إنذار مسبق أو تنويه حتى على منصات التواصل الاجتماعي. مبدئيا لماذا هذه الزيادة المفاجئة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا على الاستضافة هدير هانم. طبعا السبب ذكرته الحكومة في بيانها، أو ذكرته اللجنة الممثلة للحكومة في بيانها، وأن هناك اضطراب في أو ارتفاع في أسعار النفط واضطراب في سعر الجنيه مقابل الدولار أو قيمة الجنيه مقابل الدولار. طبعا هذه الأسباب ليست هي الأسباب الحقيقية، فسعر النفط في العالم بينخفض أو هو في انخفاض. صحيح خلال الأيام القليلة الماضية حدث هناك ارتفاع طفيف في السعر، لكن بشكل عام السعر الآن وأنا بكلم حضرتك 84 خام برنت 84 دولار و84 سنت، فالسعر بشكل عام يعتبر منخفض لأن هناك توقعات بكساد عالمي فالبترول منخفض، يعني في توقعات بانخفاض الطلب وخاصة من الصين. إذن ليس هذا مبررا حقيقيا. المبرر الحقيقي هو أن المجلس الرئاسي الذي يحكم مصر اليوم برئاسة صندوق النقد الدولي وشراكة الشركاء الدوليين والشركاء الإقليميين قد اتخذ أو وضع شروطا للقرض الذي سوف نظل مكبلين في شروطه لمدة حوالي 44 أو 43 شهر قادمة، ومن هذه الشروط رفع الدعم عن البترول أو عن الوقود. الدعم الذي يقدم للوقود حوالي 55 مليار جنيه مصري، هذا الرقم رقم متواضع جدا، يزيد قليلا عن 1.5 مليار دولار أمريكي. يجب الحفاظ على هذا الدعم لمصلحة المواطنين في ظل دولة حتى زيادة الحد الأدنى للأجور لم تكن متوافقة مع نسبة التضخم. دكتور علاء، من ضمن النقاط التي تحدثت فيها وزارة البترول في البيان الخاص بشرح أسباب ارتفاع أسعار المواد البترولية، تحدثت عن نقطتين هامتين. الأولى وهي موضوع عدم استقرار العملة المحلية أمام الدولار، يعني تتحدث عن انخفاض العملة. والنقطة الثانية تتحدث أنه هذا ارتفاع عالمي، أنه كل دول العالم تعاني من ارتفاع أسعار المواد البترولية. هل بالفعل هناك ارتفاع عالمي في أسعار المواد البترولية ما دفع الوزارة ولجنة التسعير التلقائي إلى رفع السعر بهذه الطريقة؟ يعني لم أكن أحب أن أخرج على الشاشة لأكذب الجهات الحكومية، للأسف يعني يجب أن يكون هناك مصداقية في التصريحات. الأسعار منتجات الوقود في العالم تنخفض انخفاضا يسيرا، في وهذا ملاحظ في كل الدول التي يعني تحرر أسعار البترول وتربطها بالارتفاع والانخفاض في أسعار البترول، ربما في بعض الدول بشكل أسبوعي والأخرى بشكل شهري. إحنا في مصر يعني بنحرك الأسعار كل 3 شهور. الحركة هذا أدعى، أنا ما باجي أتكلم على 3 شهور ما يعني لا أرتبط بالارتفاع الحادث خلال يوم أو يومين وبعدين هينزل. يعني الاضطرابات اللي حصلت دي مش المفروض أنها تؤثر عليه، مش ممكن أنه يكون بينخفض في جميع دول العالم ويجي في مصر يزيد.
إذن الأمر متعلق بشروط خاصة بتخفيض الإنفاق الحكومي، ومن ضمنها إلغاء الـ 55 مليار دولار. ولكن طبعا يشكر للحكومة المصرية أنها يعني حافظت على سعر السولار، هذا الحقيقة يعني يعتبر الجانب الجيد في هذا القرار، وإن كانت هناك أشياء أخرى أو جوانب يعني مظلمة في هذا القرار إن سمحتي أن أوضح. طيب دكتور علاء، يعني قبل أن يعني أدخل في تفاصيل موضوع الزيادة العالمية، يعني هناك تساؤل من قبل البعض، لماذا تتجه الحكومة أثناء رفع أسعار المواد البترولية للمساس بالشريحة الأكثر استخداما من السواد الأعظم من قبل المصريين، أو الغالبية العظمى من قبل المصريين؟ لماذا لا يتم رفع المادة أو الشريحة التي يعتمد عليها من قبل الأثرياء في مصر على سبيل المثال؟ تفضل. هذا لاحظناه منذ تأسيس هذه اللجنة ومنذ بدء هذه اللجنة عملها، أنها ترفع البنزين 80 وبنزين 92 بنسب أعلى من النسب التي ترفع بها البنزين 95. بنزين 95 الذي يستخدمه الأثرياء بشكل عام، يعني إن كان هناك أثرياء في مصر، والبنزين 80 ده بتاع التاكسيات المتهالكه والعربيات المتهالكه بتاعت الموظف اللي بيحاول انه يحمي نفسه ويحمي زوجته وبناته من التحرش وما يحدث في المواصلات العامه بسياره متهالكه يضع فيها بنزين ارخص ما يكون اللي هو بنزين 80. فنجد ان هم يعني مثلا الصفيحه زادت بتاعت بنزين 80 15 جنيه، بينما زادت لبنزين 95 برضه 15 جنيه. الشريحة اللي بتستخدم البنزين 80 دي شريحة الراتب بتاعها يتراوح ما بين 10 إلى 15 ألف جنيه شهريا، بينما الشريحة اللي بتستخدم بنزين 95 دي شريحة بتاخد 40 و50 و60 ألف جنيه في الشهر. فالحقيقة إن أنا أزود الضغط على الطبقات الأفقر والأكثر احتياجا للدعم من الدولة، هذا توجه يعني عام في الحكومة المصرية والنظام المصري للضغط على الفئات الأفقر والطبقات الفقيرة وتكريس لعملية الطبقية أو لوضع الطبقية في مصر. وهذا الحقيقة أنا أتعجبه، يعني الجانب الاجتماعي عند هذه الحكومة مفقود تماما، إحساسها وشعورها بهذا الشعب غير موجود، كما نقول دائما لا يرون الشعب. الزيادة على 80 9.4%، بينما الزيادة على 95 7%، وطبعا الزيادة على 92 10.8%. كمان الأسعار أصبحت متقاربة ما بين ال 80 وما بين ال 95، يعني لما يكون السعر الجديد دلوقتي 11.5 لللتر 95 و 92 10.25، ايه الفرق اللي بينهم؟ فرق يعني ضئيل جدا يعني. وايضا 8.75 من 11.5 ليس الفرق كبيرا، يجب ان يكون الفرق كبيرا، كما ان الدخل كبير بين الفرق في الدخل كبير بين الطبقتين. نعم. دكتور علاء، يعني دائما ما اعتدنا انه في اليوم الذي يحدث فيه ارتفاع في اسعار المواد البترولية تلقائيا يحدث ارتفاع في اسعار السلع والخضروات وغيرها من هذه الامور، ولكن يعني البعض يقول انه ربما لن تمس السلع بالاسعار ولن تزداد اسعار السلع على انه السولار لم يرتفع السعر الخاص به، وبالتالي هذا هو المستخدم في عمليات النقل والشحن وما الى ذلك. ما توقعاتك في هذا الصدد؟ هذه حقيقة فعلا، أن الزيادة في السولار هي اللي بتؤثر بشكل مباشر وفي نفس اليوم على ارتفاع أسعار باقي السلع. ولكن إحنا عندنا ملاحظة في مصر أن الذي يسيطر على السلع الاستهلاكية الآن هي المجمعات التابعة للجيش، فالجيش يستطيع السيطرة على الأسعار. مجمعات أو منافذ البيع التابعة للوزارة والتي تشتري المواد الغذائية من مصانع الجيش أيضا يستطيعون خلال هذه الفترة أو يعني الأيام التي حول قرار الزيادة
يمكن التحكم في الأسعار، ولكن أنا أتوقع زيادة في الأسعار في شهر رمضان لن تكون مبررة الحقيقة، ولكن بسبب رفع الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات بنسبة 15% سوف يعني يصاحب هذا زيادة في الأسعار، وهذا أمر متعارف عليه. نعم، يعني البعض يقول انه او في بعض الدول دكتور علاء حينما يعني يتم المساس بمساله الحد الادنى للاجور سواء كان بزياده طفيفه او زياده مرتفعه يعني يحدث بالفعل ارتفاع في اسعار السلع في الاسواق، ولكن نتحدث انه في مصر الان الحد الادنى للاجور يعني لا حتى يسمح بالحديث في مساله التقارب او التوازن، يعني كيف يمكن ان يتحمل المواطن هذه الزيادات المرتفعه ونحن على اعتاب شهر رمضان المبارك؟ يعني ربما البعض يلتزم بمساله عدم المساس باسعار السلع لان السولار لم يمس سعره حتى الان، لكن بعض يعني القطاعات لن تهتم بهذه النقطه وسوف تقول للمواطن انه ارتفعت اسعار المواد البتروليه ولا سيما طبعا المواصلات العامه في مصر. تفضل. نعم طبعا، كل عام والأمة الإسلامية بخير، وكل عام وأهلنا في مصر بخير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم. أنا كنت الحقيقة أحب أن يكون قرار رفع الحد الأدنى للأجور ورفع والنسبة نسبة الزيادة على المعاشات أن تكون في بداية مارس وليس في بداية أبريل، في بداية مارس لتتوافق مع الإنفاق الزائد للأسرة المصرية خلال هذا الشهر المبارك. لكن أنا لما أجي أزودها في أول أبريل، طب ما أنا كده يعني اللي عايز يشتري حاجة رمضان الوقت انتهى. يعني لازم القرار يكون يتوافق مع ظروف الناس. على كل حال، هذا قرار جيد من حيث المبدأ أن الدولة بدأت تنظر إلى ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، هذا من حيث المبدأ. ولكن رأس النظام تحدث على أن من لا يستطيع أن يكسب أو يأخذ أو يكون راتبه 10,000 جنيه، هذا قاله يعني منذ فترة، يعني قبل الارتفاع الكبير لسعر الدولار مقابل الجنيه، وقال اللي ما بياخدش 10,000 ما يعرفش يعيش. فأنا إزاي أزود من 2700 ل 3500؟ كان الحقيقة الأولى أنه يقترب قليلا من الرقم الذي تتوقع الحكومة أن الشعب لا يستطيع العيش بأقل منه اللي هو 10,000. يا سيدي خليها 5,000، وخاصة أنه الزيادة في نسبة التضخم مثلا كانت في ديسمبر 21.9، ديسمبر على أساس سنوي 21.9 في ديسمبر 22، بينما ارتفعت إلى 26.5 في يناير 23 على أساس سنوي. هذه النسبة المعلنة من الدولة، بينما البروفيسور ستيف هانك أستاذ الاقتصاد في جامعة جوبنز هوبكنز بيتكلم عن أن معدل التضخم الحقيقي في مصر 85%، وهناك دراسات أخرى بيّنت أن نسبة التضخم في مصر تجاوزت 100%. يبقى أنا لما أجي أزود الأجور بنسبة 29.6%، هذه نسبة غير عادلة. شكراً طبعاً للزيادة، لعلها تكون زيادة مرحلية ويكون زيادة يعني فيما بعد هناك زيادة أخرى، أو يكون هناك عدة زيادات خلال 2023 بشكل تدريجي. ولكن ما لفت نظري أن زيادة نسبة المعاشات كان ب 15%، بينما زاد الحد الأدنى للأجور بضعف هذه النسبة. يعني آبائنا وإخواننا وأسبتنا من أصحاب المعاشات والمتقاعدين هي الطبقة الأضعف والأولى بالرعاية والدعم. يعني هذا إذلال لأفقر وأضعف ويعني طبقات المجتمع. إذلال الطبقات الفقيرة وإذلال الطبقات الأضعف في المجتمع هذا ينذر بانهيار المجتمع وبانهيار الاقتصاد. يجب على الدولة القيام بدورها في تبني الطبقات الكادحة والطبقات الأكثر احتياجاً والطبقات الأضعف في المجتمع
حتى ينصرنا الله سبحانه وتعالى بنصرة هؤلاء الضعفاء. فيما يخص دكتور علاء موضوع الإذلال والوضع الاقتصادي المتدهور وسعي المواطن بشكل عام في مصر إلى أن يحاول الحصول على مكاسب بطرق سهلة من دون يعني أن يدخل في مسارات مرهقة إلى هذه الغاية، لكن منصة هوكبول وهذه المنصة الرقمية التي تم الحديث عنها وبخاصة على موقع تويتر وهذه المنصة التي تم إغلاقها بعدما استولت على رقم كبير من أموال المصريين، السؤال الأول يعني لماذا يتم اللجوء إلى هذه المنصات رغم شكوك البعض أن تكون هذه المنصات يعني ربما تكون ليست تبع جهات رسمية أو جهات معروفة وربما لا تضمن إذا كنت سوف تستعيد يعني أموالك أم لا، لماذا يتم اللجوء وبهذا الشكل وبهذه السرعة إلى مثل هذه التطبيقات الرقمية؟ الحقيقة أن لجوء الشباب إلى وضع مدخراتهم المتواضعة في مثل هذه الأشياء دليل على عدم اهتمام الحكومة المصرية بوضع استراتيجية طويلة الأجل لخدمة الشباب ورواد الأعمال والمشروعات متناهية الصغر أو المايكرو بيزنس، على أساس أنه أنا عندي مجموعات الشباب الصغيرة دي اللي هي محتاجين أن هم يتعاونوا مع بعض يفتحوا محل أو يتعاونوا مع بعض يعملوا زي مكتب مقاولات يشطبوا فيه مثلا شقق أو كلام زي كده أو يعملوا دهانات، أو يعني الشباب ممكن أن هم يجمعوا من بعض مبالغ قليلة يعملون في مثلا تجارة بسيطة أو يقدمون خدمات للمجتمع. هذا من شأنه محاربة معدلات الفقر في البلد، محاربة معدلات البطالة، إتاحة الفرصة للشباب أنه يجد ما يمكنه به سد رمقه وأنه هو لا يعتمد على أبويه، وخاصة أنه لما يبقى شاب ومش لاقي شغل والده في الغالب على المعاش، فالنهاردة المعاشات احنا شايفين بتزيد بنسبة ايه، يعني المتقاعد هذا ينفق على بنات لم يتزوج وينفق على شباب قاعدين في البيت ما بيشتغلوش مش لاقيين وظيفة. دكتورة تغول الجيش في الاقتصاد وطرد القطاع الخاص من السوق وعدم وجود استراتيجية قوية لخدمة يعني المرأة المعيلة وخدمة الأسر المنتجة والشباب ورواد الأعمال، لابد أن تنفق الحكومة والدولة على هذا إنفاقا سخيا حتى يعني يكون هناك حاضنات أعمال ويكون البنوك مهتمة بمشروعات هؤلاء حتى يمكن أن نحدث شيء من الرواد في الأسواق المصرية ونحارب التضخم ونحارب الانخفاض في القيمة الشرائية للجنيه. لو احنا فعلنا هذا يمكن أن ننقذ الاقتصاد بتاعنا، لكن احنا ما بندعمش الشباب بتوعنا وبناء عليه الاقتصاد عمال ينهار، وبناء عليه احنا مش قادرين ان احنا نسيطر على الأزمة الاقتصادية. الأمر عبارة عن سوء إدارة للموارد البشرية، سوء إدارة للموارد المالية، سوء إدارة للموارد الطبيعية، سوء إدارة للأزمة الاقتصادية للأسف الشديد. دكتور علاء يعني قبل أن أختتم معك هذا النقاش، نظرة سريعة على أسعار الدولار اليوم وتوقعاتك فيما يخص موضوع تعويم آخر أو انخفاض آخر ربما في الفترة المقبلة إن وجد، تفضل. طبعا السعر ارتفع ربما ل 30.71 على حسب اخر سعر انا اطلعت عليه، واحنا كده بنتكلم في ارتفاع بنسبه 95.5% في سعر الدولار مقابل الجنيه، بمعنى انخفاض في قيمه الجنيه بهذه النسبه بنسبه يعني تقارب ال 100%. يعني في بعض البنوك دكتور علاء، في بعض البنوك تحدثت انه 30.77 ايضا. نعم خلاص، اصل مستويات ال 30.31 احنا هنقفز منها قريبا جدا الى مستويات 33 34 35 ربما خلال شهر مارس، لانه احنا عندنا صفقات متوقفه، صفقه المصرف المتحد متوقفه، صفقه فودافون متوقفه، يعني رئيس الوزراء كان في الدوحه
ويعني جايب استثمارات من هناك. الجميع، جميع الشركاء الإقليميين الخليجيين، جميع الصناديق الخليجية تنتظر تعويم جديد للجنيه المصري حتى تنخفض مسألة تقييم المشروعات المعروضة للتفريط، وأنا أستخدم هذه الكلمة بدلا من استخدام بيع الأصول، وبدلا من استخدام العبارة التي تستخدمها الدولة في أنها جلب الاستثمارات الأجنبية. هذا ليس جلبا للاستثمارات الأجنبية، هذا تفريط في أصول مصر. على كل حال الأسعار ذاهبة إلى مستويات 33 34 35، وأتوقع أن نتجاوز سعر الأربعين قبل نهاية العام وربما 45. بشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء السيد الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا عن كل هذه الإيضاحات.